القلب برجها لكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتابعونا بهالحلقة من آخر موقف من تي في تشاريتي. لا يزال موقف البطريرك الراعي الداعي لحصر السلاح بإطار الشرعية موضع سجال وأخذ ورد بين الفرقاء السياسيين بالداخل اللبناني. بوقت حال المراوحة بالتأليف سيدة الموقف والجمود السياسي عم بكلف غالي انكشاف أمني، تردي اقتصادي معيشي، تراجع بالسياحة، والأهم يأس المواطن اللبناني من إمكانية الخلاص من حالة الركود والتدهور يلي عم تنعكس سلباً على وضعه الاجتماعي والعائلة. بوقت بال المسؤول مشغول إن بحصة وزارية من هون وهونيك وإن بفتح جبهة بوجه المسؤول الخصم وكله على حساب المواطن. حوار مصارحة ومصالحة بهالمرحلة بالذات لابد منه بنظر سيد بكركي، ولكنه تعجيزي بنظر أسياد السياسي والمصالح بلبنان لمية سبب وسبب. بوقت عم بيكبر فيه الهاجس الأمني من استهدافات وعمليات إرهابية ممكن تطيح بالاستقرار الهش وتولع لبنان، خصوصي بعد إلقاء الجيش القبض على عناصر من جبهة النصرة بعرسيل ومصادرة أسلحة وأعتدي وملابس عسكرية حملة توقيع الجبهة. عن هالعناوين وغيرها رح نفصل أكثر بحلقتنا اليوم مع ضيفنا الصحافي والكاتب السياسي الأستاذ جورج علم. الله معك أستاذ جورج وأهلا وسهلا. شكراً عليك أستاذ جورج. لابد ما نبدأ بالموقف وآخر موقف صدر عن سيد بكركي، غبطة الكاردينال مربشارة بطرس الراعي، واللي كان لافت إلى حد كبير، أثار سجال وجدل كتير كبير بين الفرقاء السياسيين، لسيما عندما دعا تحديداً لحصر السلاح في إطار الشرعية وكلامه عن أنه كل سلاح خارج إطار الدولة يعتبر غير شرعي ويستجلب بالمقابل سلاحاً غير شرعي. موقف لغبطه قرأ فيه البعض إعادة تصويب بكركي لمسارة، علما بأنه كان سبق وكان في توضيح من بكركي أيضا بأنه الكلام عن تدخل بسوريا وسلاح غير شرعي هو موجه إلى كل اللبنانيين المعنيين وليس حصرا لفريق دون الآخر. كيف قرأت مثل هذا الموقف، وهل يحتمل برأيك كل هذا التأويل؟ توقفت عند الملاحظة اللي حضرتك قلتي أنه أثار هذا الموقف الكثير من ردود الفعل عند السياسيين، وكأن السياسيين يضعون غبطة البطريرك في موقع الاتهام. نعم. في حين أنهم هم في دائرة الاتهام، لأن غبطة البطريرك عندما تحدث عن السلاح تحدث عما قبل السلاح، تحدث عن الانتخابات، تحدث عن قانون انتخاب، تحدث عن تجديد الحياة البرلمانية، دعا الفعاليات السياسية إلى الحوار، إلى التلاقي، وبالتالي إزالة التشنج السياسي الذي أدى إلى تشنج أمني. ومن هنا نقول بأن مسيرة بكركي الوطنية لا غبار عليها، إنما الغبار هو في المكان الآخر عند السياسيين تماماً الذين لم يهدو المواطن سوى الكيديات والخطاب السياسي المتشنج، طبعا المعطوف على حساسيات مذهبية وطائفية. لذلك نرى أن هذا الموقف بطبيعة الحال هو واضح وضوح الشمس. طيب شو رأيك بمن سلم بكركي ولا مرة كانت مع السلاح الشرعي، أيا كان حامل هذا السلاح؟ بكركي مع الشرعية، مع السلاح الشرعي، مع الدولة، مع المؤسسات، مع النظام الديمقراطي الذي يتجدد وفق الدستور. هذا هو موقف بكركي. الحديث عن السلاح الشرعي طبعا ليس المقصود فقط سلاح حزب الله. نعم. يعني إذا أردنا أن نكون منصفين لقلنا بأن هناك أربعة أنواع من الأسلحة الشرعية. أولا السلاح الذي يحمله حزب الله هو الأقوى على الساحة اللبنانية، هذا السلاح تمكن أن يقف أو أن يصمد في وجه إسرائيل. نعم. ولا أحد يستطيع أن يتنكر لهذا السلاح الذي انغمس في الداخل اللبناني بعد أحداث 7 أيار. قد كان سلاحاً للمقاومة، لكن انغماسه في أحداث 7 أيار جعله في الداخل سلاح ميليشوي، سلاح لا شرعي. السلاح الثاني هو السلاح الفلسطيني. يعني ينسى اللبنانيون أو يتناسوا بأن أساس السلاح اللا شرعي هو سلاح المخيمات
والسلاح الخارج مخيمات، والذي طبعا استولد سلاحا لشرعيا آخر. وبالتالي العقبة الأساسية هي هنا، موضوع السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات طرح على طاولة الحوار الوطني قبل أي سلاح آخر. لا. هذا هو النوع الثاني. الصنف الثالث هو ما استجد، ما نجده في طرابلس، ما نجده في البقاع، ما نجده عند الشيخ أحمد الأسير، السلاح لنقل الأصولي الذي يحمل صبغة متطرفة أنه موجود وموجود بكثافة وموجود ويحدث خللا أمنيا في غير منطقة. هو الصنف الثالث الذي أيضا يقصده غبطة البطريرك في طبعا موقفه من السلاح الشرعي. السلاح الشرعي أيضا هو سلاح الميليشيات عند الكثير من الأحزاب التي لا تزال تحتفظ بهذا السلاح وتحمي مربعاتها الأمنية، ونحن نعني ما نقول لأن هناك مربعات أيضا خارج المخيمات لا تقوى الدولة على دخولها، أما لأن أصحابها هم أصحاب يعني نفوذ في طوائفهم أو في مناطقهم إلى ما هنالك. فإذا هذه النماذج الأربعة من الأسلحة اللاشرعية هي التي يقصدها البيان الصادر عن كركي، وبالتالي كركي مع السلاح اللاشرعي، مع سلاح الجيش، مع سلاح قوى الأمن الداخلي، مع سلاح قوى الأمن العام، مع سلاح الدولة. هذا هو المقصود وبكل وضوح. إذن الكلام يلي عم نسمعه بالفترة الأخيرة تحديدا بأعقاب تصريح مماثل وموقف مماثل للبطريرك الراعي لا يصب إلا بخانة التوظيف السياسي عند بعض الجهات السياسية برأيك، مش أكثر؟ ليس فقط توظيف سياسي، إنما توظيف مذهبي وطائفي لخدمة مآرب سياسية خاصة على حساب الدولة وهيبة الدولة والسلاح الشرعي وهيبة القانون والمؤسسات. وبالتالي هذه التجارة رائجة مع الأسف هذه الأيام، وهناك من يبيع ويشتري وهناك أموال تنفق يعني في هذا المضمار مع الأسف. أستاذ جورج، يعني طبعا هذا الكلام والموقف للبطريرك يأتي معطوفا على بيان المطارنة الشهري الأخير اللي صدر بتاريخ 3 تموز 2013، واللي دعا فيه الأباء إلى التخلي عن التنظيمات المسلحة لصالح القوى العسكرية والأمنية الشرعية التي لها وحدها حق امتلاك السلاح واستعماله، وهي وحدها الضامنة للسلم الأهلي مثل ما ذكرنا بنفس السياق. ولكن في ضوء تفاعل كل هذه المواقف، مواقف البطريرك الراعي من السلاح غير الشرعي ومن المقصود تحديدا بكلامه، البعض بيتساءل لماذا الحاجة دائما إلى تفسير تصريحات سيد بكركي؟ ليش دائما هناك حاجة لأن نشوف نائب البطريرك العام مطران سمير مظلوم أو حتى المطران بولو الصياح عم بيطلعوا وعم بيوضحوا إن ما جاء في بيان المطارنة من بعض البنود اللي أثارت جدل، أو بالنسبة لمواقف البطريرك بوقت بيقولوا كان سلف الكاردينال صفير يعني يقول كلمته ويمضي؟ في هل لأن الظروف تغيرت أو لأنه البطريركية اليوم الدولية يعني الثقافة الشعبية تسمي اسم الملتعجية؟ تعرف شو الملتعجي؟ يعني ما عنده شغلة للكلام وتضييع الوقت. نعم. مع احترامي يعني لغالبية السياسيين يعني معظمهم صار ملتعجي، يعني ما عنده دور إلا الحكي، وهالحكي طبعا يعني يصوب إلى بكركي لأنه كل طرف يريد بكركي إلى جانبه. طيب أنت وين خيي؟ أنت كسياسي اليوم بهذا الاصطفاف أو بذاك الاصطفاف ماذا تقدم من جملة مفيدة إلى الوطن؟ ماذا تقدم من عمل بناء إلى المواطن؟ ماذا تقدم من مشاريع يعني اجتماعية سياسية أمنية وطنية تغير الحال التي نحن عليها؟ يعني أنت صاحب الفرن وصاحب المخبز، ماذا تخبز إلى اللبنانيين غير القيديات وغير التشنيج الطائفي والمذهبي وغير أنه توصلنا إلى هذا الدرك الذي وصلنا إليه، وبالتالي غير تعطيل المؤسسات، غير التمديد، غير حكومة الفراغ إلى ما هنالك؟
لذلك هذا التصويب هو الهدف منه أن تكون بكركي مع طرف، أن تتنازل بكركي عن دور الوطني الجامع وتصبح دور سياسي لمصلحة هذا الطرف أو ذاك. طبعا مع احترامي لغبطة البطريرك صفير، البطريرك صفير كان طبعا مع فريق سياسي واضح، وبالتالي هذا الفريق السياسي بطبيعة الحال كان يصفق للبطرق لأن مواقفه كانت تلتقي معه. وعندما حاول البطريرك صفير أن يغير من مواقفه أيضا أصبح البطريرك موضع انتقاد من قبل هذا الفريق، نحكي الأمور بكل صراحة. لذلك اليوم الانزعاج من بكركي لأنها محراب الوطن، ولأنها طبعا البوصلة دائما هي مصلحة لبنان العليا وليست مصلحة هذا الطرف أو ذاك الطرف. لكن مع الأسف عندما غالبية السياسيين بصفوا ملتعجية بهالبلد هيدي الكرسي بعينها، وبالتالي هذا ما نشهده اليوم إن على المستوى الأمني حيث الثغرات تكبر وتكبر، إن على المستوى الوطني حيث الخطاب المذهبي والطائفي يعلو على الخطاب الوطني، إن على مستوى تفريغ المؤسسات. يعني تصوري أنه إلنا 3 سنين 4 سنين نحكي بقانون انتخاب، حتى أنه فخامة الرئيس يعني في أول خطاب الكسم قال سيكون هناك قانون انتخاب، ما قدرنا نعمل قانون انتخاب ولكن قدرنا نمدد المجلس النيابي ب10 دقائق. هذا مع الأسف يعني كل هذا أنه ما هي مسؤولية السياسيين ما حدا بيسأل، إنما اليوم ماذا يصدر عن كركي من إيسو بميزان مصلحنا الشخصية، إذا بيخدم مصلحتنا ولا البترك عظيم وطني ويعني هو كبير القوم، وإذا ما بيخدم سياستنا أنه صوب أسهم التجريح إلى غبطة البطريرك وإلى ما قام كركي. لا، بكركي منا موظفي لا عندك ولا موظفي عند طرف آخر، بكركي هي بوصلة الوطن أين تكون مصلحة لبنان، بكركي هي المظلة وهي المدافع وهي الموجه نحو الهدف الوطني ونحو المصالح الوطنية العليا. هذا باختصار مع احترامي لكل هذه الطبقة الملتعجية. هل بتوافق أستاذ جورج بأنه اليوم البطريركية المارونية عندها دور مختلف عن يعني السلف البطريرك، يعني عهد البطريرك صفير، لأنه ظروف المنطقة اليوم اللي عم تشهدها تختلف عن ظروف يلي سبقت، هل بتوافق هذا الشيء؟ أنا أوافقك الرأي، يعني اليوم بطبيعة الحال يعني غبطة البطريرك صفير الله يطول بعمره ضماني وطني، وبالتالي اتخذ مواقف وطنية لا تمحى، يعني سيسجلها التاريخ. نعم. خصوصا بيان مطارنا الشهير الذي دعا إلى تحرير لبنان من الاحتلال السوري، يعني ما حدا بيقدر يزايد على غبطة البطريرك صفير، ولكن كانت له ظروفه. الآن الظروف مع غبطة البطريرك بشار الراعي مختلفة تماما، نحن في عصر ما يسمى الخريف العربي. نعم. نحن في عصر ما يسمى الثورات التي تأتي بالإسلام الأصولي ليحتل مراكب السلطة، مراكز السلطة، ومن ثم ليفرض طبعا ثقافته ويفرض برنامجه، وهذا طبعا ما يتناقض مع غالبية شرائح المجتمع، والدليل هي التجربة التي نشهدها في مصر اليوم. نعم. فضلا عن ذلك التجربة التي نشهدها في تونس، التجربة التي نشهدها في سوريا، التجربة التي نشهدها في ليبيا. لذلك باعتقادي الظروف اليوم متغيرة تماما، يعني هناك وضع مصيري لكل دولة من دول المنطقة. لم يعد يعني الصراع ما كان يسمى أنه والله عربي إسرائيلي إلى ما هنالك، القضية الفلسطينية إلى ما هنالك، كل هذه الأمور وكأنها أصبحت من الماضي. اليوم هناك ملفات على مستوى كل دولة من دول المنطقة تتعلق بالمستقبل والمصير، ما هو مستقبل هذه الدولة، ما هو دورها المستقبلي، أي نظام سيكون في هذه الدولة، كلها تحديات وتحديات تحاول أن تخدش لحمة المجتمع، أن تفكك المجتمع مع الأسف إلى تركيبته الأصلية. يعني هناك الصراع الفئوي إضافة إلى الصراع المذهبي إضافة إلى الصراع المناطقي إلى ما هنالك. من هنا نرى أن هناك مثلا الكثير من القوميات التي كانت مجمدة في التاريخ والتي كانت يعني أدوارها محصورة يعني تطفو إلى السطح وتطالب بحقوقها. نعم. كأقليات بالحرية بالسيادة ببناء الدولة إلى ما هنالك. وأعطي مثلا على ذلك القضية الكردية اليوم التي طبعا
تأخذ نوع من مساحة الوجاهة في العراق، تشكل اليوم يعني ملف ساخن في تركيا، سيكون لها طبعا شأن آخر في سوريا بعد أن تنقش الأمور. لذلك نرى أن كل هذه المتغيرات لم تكن في زمن غبطة البطريرك الصفير، تغيرت الظروف وتغيرت طبعا أساليب التعاطي، لكن بكركي هي بكركي. بكركي هي دائما صمام الأمان الوطني، صمام الأوان الوطني، نعم. الغيورة الحريصة والحارسة للنظام، للثوابت الوطنية، للدستور، للقيم، القيم اللبنانية. هذه بكركي في كل الظروف وفي الأحوال، تتغير الظروف والأحوال وتبقى بكركي القلعة الحصينة. باختصار، المطران مظلوم، وفي حديث لصحيفة النهار اللبنانية يقول بأن الخشية المبالغ فيها على اتفاق الطائف لا تعني أبدا أن الطائف منزل وممنوع المس به، فالاتفاق لم يطبق كما يجب وأدى إلى وضع مسيحي مغلوب ومسلم غالب. بدي أعرف منك شو المطلوب اليوم، يعني البعض بيناشد وبيطالب بتطبيق الطائف، مين المسؤول اليوم عن الوضع اللي وصلنا اليوم لهون؟ عنا اتفاق طائف لم يطبق بحذافيره، لماذا برأيك؟ فاصل. أولا كان عنا بعد الفاصل بدي أخذ منك الإجابة، طيب لتكون مفصلة أكثر. إذن مشاهدينا خلوكن معنا، فاصل ونرجع منتابع مع ضيفنا الصحفي والكاتب جورج علم.